وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده انا بعتبره كده كنز عندي شايلاه ليا فتره، والنهارده هطلعه لكم، وكل واحده في المشاهدين هتاخد الكنز ده وتخليه معاها. طبعا موضوع الصن بلوك ده موضوع صعب جدا وموضوع فعلا محير يا دكتور، احنا مش عارفين نستخدم ايه، الانواع كتيره جدا، انا مش عارفه اصلا بشرتي ايه اللي ممكن يليق عليها، خايفه ادفع فلوس في الارض واجيب حاجه ما تنفعنيش، وفي نفس الوقت هو مهم جدا جدا ومفيش استغناء عنه. في حلقة النهاردة هكلمكم عن افضل صن بلوك اقتصادي لو في شنطتك كده فلوس قليلة تدخلي الصيدلية تجيبيه، وفعلا بيعمل تأثير مهم جدا. بس مش هو ده الكنز بتاع الحلقة، الكنز بتاع الحلقة هو مجموعة كده من النصايح هفهمها لكم بخصوص اي صن بلوك. لو فهمتي النصايح دي كويس هتبقي كده متخصصة ودكتورة في نفسك، تقدري تدخلي اكبر سلسلة في البلد واكبر صيدلية من غير ما تسألي اي حد، تدخلي على مجموعة الصن بلوك هتختاري على طول الصن بلوك المناسب ليكي. بس لو فهمتي كويس جدا النصايح اللي انا هقولها النهاردة، نصايح بخصوص كل حاجة، ازاي تعرفي افضل حاجة لنوع بشرتك، ازاي تفرقي بين انواعهم، ازاي تعرفي النوع كويس من النوع لأي كلام، فعلا هتبقى نصايح مهمة جدا مني ليكم. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش لايك للفيديو، يا ريت يعني نتفاعل في القصه دي، وخلينا نوصل الفيديو ل 10000 لايك، علشان اللايك بيعلي الفيديو عدد اكبر بكتير جدا بيشوفه. وما تنسوش سبسكرايب في القناه لو انتوا داب معايا، وطبعا تفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها اول باول. ولو عندكم اي سؤال بخصوص الحلقه دي او اي حلقه سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. خليني ابدا الحلقه واقول لكم عن نقطه مهمه جدا، ان ناس كتير بتبقى فاكره ان الصن بلوك ده هو عبارة عن حاجة كده يعني مجرد زينة، او مجرد ان الناس مثلا بتحطها على وشها علشان بس كده تحمي نفسها، وحاجة كده مش اساسية او حاجة مش مهمة. الحقيقة الكلام ده غلط، لان الصن بلوك ده مش مجرد حاجة كده بتحطيها وانتي طالعة وخلاص، الصن بلوك ده بيحميكي من حاجات مهمة جدا. خليكي عارفة معلومة مهمة جدا، ان كل يوم لما بتطلعي من البيت وتتعرضي لاشعة الشمس بتتعرضي لنوع من الاشعة، نوع خطير جدا اسمه اليو في بي او الاشعة فوق البنفسجية. الأشعة دي مدمرة جدا للبشرة، مع الوقت بتبدأ تدمر البشرة كلها، بتسبب حروق شديدة، وفي نفس الوقت بتسرع من ظهور التجاعيد، غير انها طبعا بتبدأ تأذي البشرة وممكن تهدد البشرة بحدوث السرطان. عشان كده انت لما بتستخدمي الصن بلوك مش بس بتحمي نفسك من أشعة الشمس، لا انت كمان بتخلي بشرتك تبقى رطبة وتحميها من الجفاف لأطول فترة ممكنة، كمان بتحمي بشرتك من حدوث الحروق الشديدة وتدمير الأوعية الدموية، وبرضو بتحافظي عليها من حدوث سرطان الجلد، ده غير الحاجات المهمة جدا زي الشيخوخة وظهور التجاعيد، سواء التجاعيد الدقيقة أو التجاعيد العميقة. قبل ما اوريكم الصن بلوك بتاعي النهارده واقول لكم كل حاجه عنه والاستخدام وبالظبط ازاي ناخد منه اعلى فايده، خليني اطلع لكم الكنز بتاعي. الكنز بتاعي اللي كل واحده محتاجه تعرفه هو نقطتين، ازاي اختار الرقم المكتوب على الصن بلوك. النقطه الثانيه المهمه جدا، لو انا مثلا بشرتي دهنيه او بشره جافه، ازاي اعرف نوع الصن بلوك المناسب ليا. تعالوا نبدا باول معلومه. اول ما تشوفي الصن بلوك قدامك هتلاقي انه في علامه كده مكتوبه عليها اس بي اف وبعدين زائد وبعدين بيبقى مكتوب رقم. طيب ايه هو الاس بي اف ده؟ الاس بي اف ده هو عامل الحمايه من الشمس. كل ما يزيد عامل الحمايه من الشمس الموجود في الصن بلوك بتاعك، يبقى بيزيد عامل الحمايه بتاعته من الشمس، وان هو بيحمي بشرتك اكتر من اشعه الشمس، خاصه زي ما قلنا اشعه الشمس فوق البنفسجيه. طيب يا دكتور برضو قولي لي، يعني دلوقتي انا اجيب عامل حمايه من الشمس او اس بي اف ده رقمه كام؟ هقول لكم حاجه،
اهم حاجة ان هو ما يقلش عن 15. يعني لو شفتي 15 ده كويس جدا ومناسب ليكي، لو انت مثلا في سن الشباب تلاتينات اربعينات الحاجات دي يبقى 15 كويس جدا ليكي، بس اقل من 15 ما ينفعش. ليه؟ لانه اقل من 15 ده مش بيوفر لك اي عامل حماية نهائي يبقى زي قلته. يبقى اول ما تجيبيه اهم حاجة ان هو ما يقلش عن 15، وطبعا ممكن نزيد 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 برضو زائد 50 كويس جدا، وكويس بالاكتر بالنسبة للناس طبعا اللي يبقوا كبار سن شوية، الناس اللي هما بيبقوا 60 سنة ده حلو جدا، لان بشرتهم بتبقى بدأت تبقى مثلا مش بتستحمل او بتتعب بسرعة او بتلتهب بسرعة، فيبقى زائد 50 كويس. وكل ما نعلى زي ما قلنا في عامل الحماية كل ما يبقى احلى وكل ما هاخد فايدة اكبر. طيب في ناس ممكن تدخل تلاقي مثلا الاس بي اف الموجود في الصن بلوك اللي قدامها زائد 100، لا ده مش هينفعني خالص، لانه زائد 100 معناها ان هو بيحميني من كل اشعة الشمس حتى اشعة الشمس المفيدة. ايه ده؟ هو يا دكتورة في اشعة شمس مفيدة؟ طبعا، لان اشعة الشمس اصلا لو تلاحظوا احنا بناخد منها فيتامين دي، ويعتبر من احسن المصادر هو التعرض لاشعة الشمس. دايما يعني لما يبقى في عندك مشكلة في فيتامين دي الدكتور يقولك خدي اقراص فيتامين دي، ولو قدرتي تتعرضي للشمس اتعرضي للشمس. يبقى انا اذا محتاجة نوع من اشعة الشمس، علشان كده لو جبت الاس بي اف 100 يبقى كده ده يعني هيحمي البشرة من كل حاجة، وكده البشرة مش هتستفيد باي حاجة، فده برضو غلط. طيب تعالوا بقى نيجي لتاني نقطة مهمة جدا، وهو ازاي يا دكتور اعرف نوع الصن بلوك المناسب للبشرة بتاعتي، سواء مثلا انا بشرتي دهنية، بشرتي جافة، بشرتي مختلطة، ايه الصن بلوك اللي هينفع ليا؟ خدوها قاعدة عامة جدا وتعرفي كده تحفظيها وتحطيها في دماغك، ان انتي الانواع الصن بلوك هم نوعين، في نوع كريم وفي نوع بيبقى سيرم. السيرم ده بيبقى اخف من الكريم. لو بشرتك دهنية يبقى ما ينفعش خالص تستخدمي الكريم، المفروض تستخدمي السيرم. اما لو بشرتك جافة يبقى هتستخدمي الكريم. تاني، لو بشرتك دهنية يبقى هتستخدمي السيرم، او لو بشرتك جافة هتستخدمي الكريم. طيب تعالوا النهاردة اكلمكم عن الصن بلوك الحلو اللي انا جايبه لكم، وهو من الحاجات الجميلة جدا واللي سعره اقتصادي جدا. النهاردة هكلمكم عن الصن بلوك اللي انتوا شايفينه ده، اسمه يو في بلوك. هو اسمه كده يو في بلوك، والحقيقه يو في بلوك ده من اقوى الحاجات اللي موجوده اللي بتوفر حمايه، يعني زي مثلا ما تكوني جايبه اي صن بلوك مستورد ده بيوفر حمايه عاليه جدا وبيحمي من اشعه الشمس. وخدوا بالكم من حاجه مهمه، ان هو يعتبر الكريم بتاعه خفيف، يعني هو بين الكريم وبين اللوشن، وعلشان كده بينفع لكل انواع البشره، حتى كمان الناس اللي هي اعمارها بتبقى فوق الستين سنه فهو مناسب جدا ليها. ده غير ان هو في حاجة حلوة جدا جدا، وهو انه عامل الحماية زي ما انتوا شايفين اهو مكتوب زائد 50، زي ما قلت لكم اهو مكتوبة تحت الاس بي اف دي، لما تبقى اللي هي عامل الحماية زائد 50 يبقى ده من الحاجات الكويسة والحاجات اللي انا ادور عليها في اي حاجة عايزة اشتريها، لانه ده يعتبر عامل حماية حلو جدا. طيب على فكرة هقول لكم دلوقتي عن انواع تاني من الصن بلوك للناس اللي مش عايزة مثلا تستخدم حاجة زي كده، وعايزين مثلا براندات او حاجات مثلا مستوردة، هقول لكم عليها بالتفصيل، وكمان دي هتنفع للناس اللي بره مصر. بس الاول خليني اقول لكم عن نقطة مهمة جدا، ازاي استخدم الصن بلوك ده او اي صن بلوك بحيث ان انا اضمن ان هو هيحمي لي بشرتي وجسمي كله من اشعة الشمس. عشان تضمني حماية عالية جدا من الشمس يبقى لازم تاخدي بالك من نقطة مهمة، هو ان انت مش هتحطيه بس على وشك، لا هتحطيه على كل منطقة مكشوفة قبل ما تخرجي بره البيت، ويكون قبل ما تخرجي بنص ساعة. طيب زي ايه يا دكتور؟ هتحطيه على الوش، هتحطيه على الرقبة، هتحطيه على الايد، وكمان حتى القدم مثلا لو انت بتلبسي حاجة مفتوحة برضو هتحطيه على الاماكن المفتوحة. في انواع كتيرة جدا مشهورة، ومن احسن الانواع دي عندكم مثلا بايوديرما فوتوديرم، عندكم مثلا لاروش بوزي، في كمان ازيز، في كمان افن، وفي كمان يورييج. كل الحاجات دي من الصن بلوك الحلو جدا،
والمشهور جدا، وعلى فكرة في حاجات فيهم كتير فيها كمان نسبة كريم أساس. يعني بدل ما انت تستخدمي الصن بلوك تستني شوية وتحطي كريم الأساس، في حاجات بيبقى فيها صن بلوك مع كريم أساس، فانت تشوفي إذا كنت عايزة صن بلوك وحده ولا صن بلوك محطوط له كريم أساس. أتمنى يعني يا رب أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وأهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان أكبر عدد منه يستفاد. وأشوفكم على كل خير الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.